إذا أهلا بكم، وبذات الحيوية والنشاط وكمان الأجواء الطيبة والجميلة نرحب بدكتور عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحيي إن شاء الله كل الفريق العامل في هذا الصباح الخريف الجميل، والسلام موصول لكل مشاهدي قناة طيبة الطيبة إن شاء الله. الله يديك العافية، مرحبا بك. وزي ما ذكرنا حنواصل الحديث في أنماط الشخصية. نعم، أنماط الشخصية. نعم. ونحن وقفنا المرة الفاتت في المتردد. نعم. آخر آخر شخصية كانت تكلمنا عنها اللي هي شخصية الشخص المتردد. صحيح. وذكرنا أنه هذا الشخص بيكون فاقد الثقة في نفسه، برضو ما بيهتم بالوقت، يتردد في اتخاذ القرار. ده ملخص للشخصية المترددة، وقلنا أنه كيفية التعامل معه بأنه نحاول نديه كل ما يعينه على أن يزرع الثقة في نفسه، يعني يكون واثق من نفسه. بعدين إذا ربنا وفقه كذا مرة من المرات قدر يتخذ قرار، نعمل له دعم نفسي ونشجعه ونقول له دي حاجة جميلة. دي كلها بتساعد في أنه تزيد الثقة في نفسه، يستطيع أن يتخذ القرار. كذلك نوريه أنه احترام الإنسان دائما بيجيه من الثبات ومن قوة اتخاذ القرار. نحاول نغرس فيه هذه الأشياء، وبالتالي إن شاء الله يتغير ويكون واثق من نفسه، ويتحول من هذه الشخصية المترددة لشخصية أخرى ثابتة وإيجابية. طيب نحن مش شوية دكتور عادل؟ نعم. وعندنا شخصيات مفترض نتكلم عنها كمان، الشخص العنيد الشخصيات والمعارض ومدعي المعرفة، نفصل فيها ونشوف الجوانب النفسية. نبدأ بالشخصية العنيدة. جدا الشخص العنيد، يعني في ناس بتلاحظ أنه إنسان عنيد جدا. الإنسان العنيد دائما أستاذ محمد بنلقى أنه ما بيهتم أو لا يعني لا يضع اعتبار لوجهة نظر الآخرين. يعني مهما كان خليل يتكلم معاه وده وجهة نظره، من القام بشنو ما متقبل هذه الوجهة. برضو بنلاحظ أنه شوية قاسي في طبعه وحاد في طباعه، ده الشخص العنيد. بيجي له السؤال، طيب كيف نتعامل معه؟ إنسان يعني عنيد جدا، لا يهتم بوجهة نظر الآخر، في شيء من القسوة. فبالتالي لما نجي نحن قاعدين، بالذات لما تكون في مجموعة بتناقشوا معه، نحن كلنا مفروض نخلي رأينا واحد، يعني نتفق انه في الموضوع الفلاني ده نحن راينا يكون كده، او حتى لو ما متفقين مسبقا. خليل قال راي نحن اقتنعنا به، نقوم طوالي نمشي في الاتجاه بتاع استاذ خليل، وبالتالي بيلقى نفسه هو شنو؟ اتحاصر، يعني كل الاراء بقت واحده ما عدا رايه. زي ما نحن بنقول كده بالدارج، بيلقى رايه مشاتر، بيلقى رايه هو براوي الناس. دي واحده من الاساليب اللي بنتخذها معه، لانه دائما كده. برضه نقبل رايه لما نقوله، لكن نخد فيه كلمه لكن، ونقول له يا اخي نحن قبلانين رايك ده، بس ادينا فرصه ندرس الكلام ده ونشوف الحاصل فيه شنو، نتناقش فيه. دي بتديه رساله انه رايه ده ما مقبول على طول. طيب خلينا نرجع شويه دكتور. نعم. عادل، المكونات الشخصيه دي شنو؟ يعني العوامل اللي خلت الشخصيه تكون عنيده، ابدا لنا كده من الاسره والبيت. طبعا يعني. طبعا اكيد، اللي هي بدايه التنشئه الاجتماعيه، دي واحده من الاسباب الكبيره جدا، وبالذات لو كان في اب عنيد او ام عنيده، يعني يتعلمون هذا العناد من الآباء والأمهات، ودي بتسمى بالتنشئة الاجتماعية، يعني اللي هو مر بها في بيته وكده. كذلك البيئة المحيطة برضو لها دور كبير جدا، المجتمع عموما اللي هو فيه برضو له دور في تكوين مثل هذه الشخصيات السلبية. يعني زي الزول ده بيكون إما التنشئة الاجتماعية فيها مشكلة، أب عنيد، أم عنيدة، إخوان عنيدين، توارثوا المسألة دي من بعض زي ما بيقولوا، وبقت سمة فيهم و فصلة فيهم. عشان كده مرات كثيرة بتلقى إذا في شخص عنيد في الأسرة، بتلقى مرات أخوه برضو عنيد وأخته عنيدة. فبالتالي المسألة بتكون لها دور كبير جدا، التنشئة الاجتماعية، البيئة المحيطة برضو كذلك لها دور كبير جدا في تشكيل مثل هذه الشخصيات. طيب أنت ذكرت في شكل التعامل معه، وقلت لو في مجموعة نقوم نتفق، لكن لو هو بيتعامل أو بيتواصل مع فرد، مع فرد، الفرد برضو لو عرف أنه مثلا هذا الشخص شخص عنيد، برضه يحاول يصر على رأيه، يصر على رأيه بقوة، ويحاول أنه يثبت له أنه رأيه، حتى لو فردي برضه قال له يا أخي أنا والله رأيي في الموضوع الفلاني كده، وعارف أنه الزول ده عنيد، يقول له والله يا أخي أنا رأيك ده أشوف، يعني أدرسه وأشوف الحاصل شنو، أنا قبلانه، لكن لازم أتأكد منه أنه الكلام ده صحيح ولا لا. فهنا بتديه حتة بتاعت شكوك في آرائه برضه، ده كنت فردي يعني. لكن لو المجموعة بتبقى أقوى في التعامل معه، بأنه لو خليل زي ما قلت أو أستاذ محمد قال راي، نقوم نحن كلنا
نوافق استاذ محمد، فبالتالي بيلقى نفسه فعلا يتحاصر في الحته دي. اذا بقى فرد يكون عارف انه عنيد يحاول ان يوصل على رايه الصحيح ويثبت له بشتى الطرق، واذا اداه الراي يقول له انا قبلان رايك ده لكن بيحتاج مني وقت شويه اني ادرسه. وبرضه الشخص العنيد لابد من استخدام تقنيه بنسميها نعم ولكن. نعم ولكن، يعني ما بعرضه طوالي تقول له ايوه انا قبلان رايك ده لكن كذا وكذا وكذا. تمام، مرحبا بك يا دكتور عادل، الله يبارك فيك، ومرحبا بهذا اللقاء والله. مرحبا بكم، مرحبا بكل المتابعين الكرام في كل مكان. رقم التواصل دائما يسر بيننا وبينكم 0183 43 87 99 و 0183 40 77 77. طيب نتواصل، واكيد نعم. من خلال الحديث عن كيف تتعامل معه، ده واحد من الحلول ممكن تكون موجوده، الحلول ممكن تكون موجوده. بعدين ينزل يحضر هذه الحلقات، بيحاول يعني يتبع الحاجات اللي قلناها دي، بيلقى في تغيير في هذه الشخصيه. طبعا. بفتره من الزمن. طيب انا السؤال بسال عن انه هو ذاته ممكن يتغير، يعني الناس اللي حوله بيلقوا حلول، يعني خلاص هو في النهايه ده حل انه اتعامل معاك بطريقه. نعم. تأملنا التواصل بيننا يكون سليم، لكن الشخصيه ذاتها ما في مثلا هو ذاته رسائل له يكون مثلا بعدك عارف يتغير في امكانيه. خلينا نجاوب بعد ما اخذنا رفيده في أكيد أكيد. بالتليفون. مرحبا. يا مرحبا. يا هلا. مرحبا. السلام ورحمه الله. مرحبا. الو الو. مرحبا يا رفيده حبايبك، ارفع صوتك شويه بس. يا اهلا اهلا، صباح الخير عليكم. الله يهديك العافيه، بس ابعدي من التلفزيون شويه يا رفيده. انا رفيده. تفضلي. عليكم السلام ورحمه. الله يهديك العافيه، تفضلي. الله يخليك يا استاذ محمد ويخليك. الله يهديك العافيه، مرحبا بك. الله يسلمك، كلمت عنك يا خبرة رفيدة، لو ساعدتينا برفع صوتك بس يكون احسن. طيب ان شاء الله. ايوه تفضلي. طيب ان شاء الله. الشخص عم بتكلم بيتعامل مع الاشخاص، الشخص العنيد. ايوه يبدو انه في اشكال في الخط، ما قادرين نتواصل معه. يا ريت لو ترجع لنا مره ثانيه وتبعد من التلفزيون، دائما الناس بيتصلوا علينا يبعدوا من التلفزيون، واي صوت عالي بيكون جنبهم بيخلي الصوت ما يكون واضح. نعم. حتى الزمن اللي ممكن يسال فيه يكون مضيع، وحتى بعد ذاك تبقى في مشكله في التواصل. يعني يا ريت رساله لكل الناس اللي بيتصلوا علينا يبعدوا من التلفزيون، او وطوا الصوت ويسال السؤال ويرفع صوتهم عشان بس السؤال المكالمه تكون واضحه يعني. تمام. طيب قبل المكالمه سالت عن الشخص ذاته، ممكن هو يعني في امكانيه العلاج يا دكتور؟ في طبعا نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد. تفضل. في انه الانسان اذا نحن بنسميه المستبصر، بنقول عليه انسايت، الزول المستبصر عارف نفسه هو عنيد، او حس انه في شيء من العناد في تعامله مع الاخرين، ده ممكن يتغير، ممكن يتغير بسهوله، يعني لانه هو عرف انه في عله، وعرف انه العناد ده مثلا صفه سلبيه، فبالتالي من الممكن جدا هذا الشخص ان يتغير. لكن بيكون الشخص اللي ما بيتغير، ما بيكون عنده مثلا باب للتغيير، اللي هو بيكون هو اصلا ما شايف انه عنيد، شايف نفسه طبيعي وشايف نفسه عادي، فبالتالي بيكون في صعوبه هنا في التغيير. لابد الانسان ان يعترف اولا بوجود المشكله، فاذا اعترف انه فعلا في مشكله، انه انا عنيد او انا عصبي او انا زي الشخصيات اللي ذكرناها نرجسي او اي شخصيه نحن ذكرناها من الشخصيات السلبيه، فبالتالي بيقدر يكون في باب كبير جدا للتغيير. طبعا. اما اذا كان هو غير مستبصر تبقى شايف نفسه طبيعي، فدي اشكاليه في حد ذاتها. طيب نحن حنواصل معك دكتور عادل، لكن بعد ما ناخذ اتصال اخر. منال. اوكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا منال. السلام. صباح الخير عليكم وصباح الخريف والاجواء رائعه. الله يهديك العافيه. بيتنا منال كضارف. بارك الله فيك، الله يسلمك. الله يسلمك. اي والله هي يعني انماط الشخصيه دي كلها يعني كثيره جدا يعني سبحان الله. يعني حتى انا بتذكر حضرت الحضره الحنفيه حي، يعني ورا انماط الشخصيه حتى في شكل الحيوانات، يعني صبور مثل الجمل، وديع مثل الحمل، مراور مثل الثعلب، الاسعى صاحب الملمى التام اللدغه، يعني سبحان الله الشخصيات دي زي ما قال لك يعني عدد البشر. يعني نمط الشخصيه تاع البني ادم بعدده يعني. لكن يلا انا دار عارفين ما راح نقول صوت بصري وده سمعي وده حسي. ودار هذا لاخونا الدكتور يعني يعني شخصيه متزنه، وشخصيه يعني هي شخصيه زي ما نقول مكتمله يعني، وكمان لله عز وجل.
يعني مش عارف كل ما كان يعني مثلا متدين والذي بيوزن شخصيته يعني يوزن على الوزن الصحيح. تمام. جزاك الله خير. شكرا منال. بخير. احنا بنحيي اخوتنا منال جدا. بنحيي منال. وناصر القضارف خريفهم طبعا اجمل من خريف العاصمة. نعم. طيب طبعا منال تكلمت عن حته مهمه جدا. ودي بتخلينا نوري الناس ان علم النفس هو علم سلوك دراسه سلوك الانسان والحيوان. لكن احنا لسه في السودان ما زلنا نحن في الانسان لحد ما نخلصه، لكن الدول المتقدمه دي تعدد الى الحيوان حقيقه يعني. واذكر قالت لي في واحده من الصحف انه في رجل ساق كلبه للمعالج النفسي لانه بيخاف من العجله، يعني لو جه سايق عجله الكلب بيخاف فساقوا وداه، والناس فاتونا بعيد في الحته دي. فهي ذكرت نقطه مهمه جدا ربطت بين الكلام بتاع المرحوم محمد سيد حاجي ربنا يتقبله، ربنا يتقبل ان شاء الله، نعم. ندعو اليه ان شاء الله. فقالت انه ضربت بين الشخصيه بتاعت الانسان والحيوان، يعني مثلا مراوغ كالثعلب زي ما بيقولوا، وديع كالحمل. أيوة. ففعلا هو اصلا علم النفس هو دراسه سلوك الانسان والحيوان. في مقارنات نعم بتظهر انه في تقارب، مش في تقارب طبعا. في تقارب، وهو في النهايه سلوك يعني. أيوة. كان من الحيوان او من الانسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى طبعا ميز الانسان بالعقل طبعا، لكن في سلوك برضه من الحيوان وفي سلوك من الانسان. فزي ما هي ذكرت يعني ربط بين الانسان وبين الحيوان في الطباع. وفعلا نحن هسه بنقول كده يعني، لدرجه ان العرب يقول لك وفي كالكلب. ايوه يعني. ايوه. وهكذا. فهذه نقطه فعلا مهمه جدا. سالت عن الانماط الاخرى، الانماط الاخرى، الشخص الحسي والسمعي والبصري. ودي طبعا يا جماعه انا ذكرتها قبل كده انها هي دي لها علاقه بما يعرف بالبرمجه اللغويه العصبيه. ودي الى الان بصراحه ما بقت علم ممنهج. لكن فعلا في انسان بنقدر نقول عليه سمعي يعتمد دائما على سمعه ويعتمد على الاشياء الكده، والبصري مثلا وهكذا. عندها تفاصيله اللي هي بتحتاج لوقت اخر يعني، السمعي والبصري والحسي وكده. فدي ما بقد علم الى الان، ما بقد علم ثابت، لكن معارف وابحاث والتعادات. نعم. لسه ما زالت يعني كده، ما بقد علم البرمجه اللغويه العصبيه. فهي تطرقت لهذا المجال، وده مجال اخر ثاني، لكن ما بيخش في الانماط المعروفه علميا واثبتت بالتجربه. طيب. نعم. خلينا نفيد لها ان شاء الله حديث. نعم. قائم بإذن الله ان شاء الله تعالى. نعم. طيب وصولا للشخصيه المتزنه. نعم. اللي هي الشخصيه الايجابيه كمان لله يعني. نعم نعم الشخصيه. نعم. الايجابيه طبعا. انا بدايه الحلقات اذا كانت متابعه كان ذكرنا انه ديننا الحنيف ديه يعني دعا للشخصيه الايجابيه بكل صفاته وسماته، يعني دعا للشخصيه الايجابيه، دعا مثلا الناس اللي عندهم الأخلاق الطيبة والأخلاق الكريمة، الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الجيران. يعني معروف أنه الإسلام دعا للشخصية الإيجابية. فأكيد الإنسان المتزن المتبع لتعاليم الدين الحنيف ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما الناس حتى بيطلقوا عليه يعني، بيطلقوا لك فلان ده ملتزم. يعني ملتزم بمعنى أنه ماسك الطريق القويم وكده. فالشخصية المتزنة هي الشخصية المطلوبة أصلا. وذكرنا انه اذا كان اصلا الشخصيه متزنه فبالتالي تتعاملك معاه بيكون سهل جدا، يعني ما بيكون في صعوبه في التعامل اصلا. لكن احنا ليه ركزنا على الشخصيات السلبيه؟ لانه دي بتحتاج منك انت تعامل. كيف تتعامل معه. لكن اذا في شخصيه ايجابيه، شخصيه متزنه، شخصيه حكيمه في تصرفاتها، في كلامها، هادئه يعني هادئه الطبع، فبالتالي الانسان بيكون من السهوله جدا انك تتعامل معه. دي نقول صفات الشخصيه الايجابيه. صفات الشخصيه الايجابيه المتزنه. فعشان كده نحن ركزنا على السلبيه، لكن في البدايه وضحنا انه الشخصيه الايجابيه هي المطلوبه. هي المطلوبه فعلا ودارين نصل لها. ونحن هسه في كلامنا ده عن الشخصيات اللي تناولناها دي كلها وبنقول كيف نتعامل معها، ده ذاته نوع من العلاج. على اساس انه نصل بهم للشخصيه الايجابيه المتزنه. هل كافي التعامل فقط؟ يعني ما بيحتاج مثلا طبعا اكيد انه التعامل هو واحد من الاسباب التي تعين على ان يتغير هذا الشخص ويتبدل، تمام؟ لكن زي ما ذكرت لك اذا كان هو مستبصر بنفسه اكيد بيساعد في انه يحاول ان يتغير ويتقبل يعني تعامل الاخرين معه، ونوصل له الرسائل المعنيه وبيكون ايجابي جدا في استقباله وبالتالي التعامل به ويستطيع ان يتغير، يعني ده يكون واحد من الاسباب. طريقه التعامل واحده من الاسباب، زي ما ذكرنا مثلا الزول الثرثار لما نقول انت تعالى لساحتك كده بتكون وصلت له رساله
انه يعني ضيق كل زول يتصرف معاه كده، فبالتالي بنحاول يختصر المساله يقلل من الثرثره. آه. وده بيكون علاج وخطوات نحو الايجابيه. تمام. ان شاء الله. مرات في واحد بيكون سايق والكلام معه بيكتر يعني. نعم. البيت بيجاي يمين شمال وبعد ذاك المساله بنبقى زي لو كان شخصيه عنيده بتبقى مشكله يعني. زي السايق. زي يعني زي بساط النقل الجماعي في بعض الدول يعني، دع لا تتحدث مع السائق، يكونوا كاتبيننا دع القياده لنا واستمتع بالرحله. ده كله عشان شنو؟ عشان ممكن تتصرصر مع السائق لانه ممكن نرخم، ممكن تحصل مشاكل من امثال هذه الشخصيه. هو ما يستحمل ذات الكلام يعني. وبعدين لو بقت شخصيه عنيده او شخصيه من الشخصيات الصعبه شويه، صعبه المراس بنقول عليها، فبالتالي ممكن ينفعل السائق وده يؤدي لحادث ومشاكل كثيره. طيب نتحول كمان للشخصيه المعارضه. نعم. يعني في نوع ما مر يعني عليك الله يا استاذ خليل، ما مر عليك كثير. طبعا الشخصيه المعارضه موجوده في المجتمع، ما دارنا نقول بكثره لكن موجوده يعني. فدائما الشخص المعارض ده، شوف ده قلنا شنو؟ قلنا العنيد يتجاهل وجهه نظر الاخرين، المعارض ده يتجاهل النظر، يتجاهل الاخرين. يعني المعارض ده بيتجاهلك عديد كده، تتكلم معاه كانه ما سمع. مش رايك؟ مش رايك يعني. نعم، يعارض يعني يتجاهل الاخرين. تماما يعني، واحده من صفاته انه بيتجاهل الاخرين. الشيء الثاني انسان سلبي. انسان سلبي، لا يقبل الافكار الجديده ووجهات النظر الجديده. اذا عندك اي فكره جديده، اول ما تقول لي يا اخي انا عندي كده، يقول لك لا الحكايه دي ما بتنفع، ما انا خالف الكلام ده، ما جاي وكده. طوال يعارض، انسان معارض يعني لو ما خليه ماشي كده. لو ما شرح له يجملني له يقول له انا مش مزرع. كده يعني. فانسان معارض يعني دائما يجهل الاخرين، سلبي في طبعه، لا يقبل الافكار الجديده، دائما تلقاه يتحدث عن الماضي السلبي. عشان كده كل ما تجيب لي حاجه يقول لك انا قبل كده حصل وحصل، يجيب لك الاشياء التي تضحك فكرتك انت اذا كانت ايجابيه. فده عشان انت تتناقش معاه. هو بيعارض من اجل المعارضه فقط كده ولا كده؟ هي شخصيه، ما هي نمط من انماط الشخصيه يعني. شخصيته كده يعني يشبع اشياء نفسيه عنده بالمعارضه دي. يعني يعارضك في اي حاجه قاسيه يعني، في شيء من تجاهل الاخرين زي ما ذكرنا. زول سلبي جدا، ما بيقبل لك الافكار الجديده، يتحدث عن الماضي. يعني سبحان الله، صفات عجيبه خلاص في الشخص المعارض. فدائما نتعامل معك اذا دارت تعرف زول ده معارض ودارت تناقشه في موضوع معين او محدد، لابد ان تكون الادله قويه. لابد ان تدمغه بالادله القويه. يعني تجيب الحاجه وتجيب له دليل قوي جدا، والله الحاجه دي حصلت وانا مشيت وشفت بعيني وحصل وحصل وحصل، تدي دليل قوي. لما تدي دليل قوي ما بيلقى فرصه للمعارضه زي لما تكون انت ادلتك ضعيفه. دي واحدة من اكبر الاساليب اللي بنستخدمها مع الشخص. بيعانوا معه الاصدقاء حتى في الحياة الاجتماعية، في الخيارات. بيعانوا معه الاصدقاء والناس القريبين له في حياتهم الاجتماعية حتى يعني. طبعا. لو دارينا مرفوط رمضان يقولوا لنا نعملوا عشاء. مثلا يعني معارضة كده، بس معارضة. وبعدين عشان كده دايما الشخص المعارض الناس بتاخد عنه فكرة سلبية. دايما. ده واحدة من الشخصيات الناس بتاخد عنها فكرة سلبية. لانه اذا جبت راي هو معارضك. اذا جبت فكره تلقى واقف لك زي ما بيقولوا في حلقك، ما في طريقه. كويس. اذا كانت ادلتك ضعيفه هنا انت يا دوب يرطع. طب لو بقت الشخصيه دي في زوج او زوجه تبقى اشكاليه كبيره طبعا. الزوج معارض لزوجته او الزوجه معارضه لزوجها، بتبقى هنا دي دائره حل حقيقه يعني. ودي بتحتاج زي ما بيقولوا ارشاد اسري. لابد نقعد مع الزوج والزوجه. ممكن تصل لدرجه الفراق يعني. بتحصل بالمناسبة. ما هو كل الشخصيات السلبية بتؤدي لنتائج سلبية. أيوة. عشان كده احنا الآن بنتحدث كيف نتعامل معهم، كيف نعينهم على أن يتغيروا. ومن خلال هذه الحلقات نفس الشخصيات قد تكون حاضرة هذه الحلقة، فبالتالي الإنسان إذا استبصر بنفسه ويعرف نفسه هو شخصية مثلا معارضة، شخصية ثرثارة، شخصية يحاول أن يتغير، وأن يعني وزي ما ذكرنا التغيير هو الثابت الوحيد. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. طيب ذكرت إنه المعارض أنا أكون حديثي معه بالأدلة الدامغة. بالأدلة الدامغة لابد، دي أقوى سياسة الإنسان يتبعها معه. طيب هل الكلام بس هو بيكفي ولا مضطر إنه حتى لغة الجسد وأساليب كثيرة جدا لدعم الكلام؟ نحييك والله. طبعا يا جماعة برضو لغة الجسد مهمة جدا في الإقناع، برضو مهمة جدا، أو في التواصل بين الآخرين يعني. مهمة جدا بالمناسبة يعني. هسه هي حتى بنلاحظها حتى عند الأطفال يعني. هسه لو سألت حمادة أختك مثلا نهى مشت وين؟
يا مشهور. لحد لغة الجسد. ما أنا أيوة. يعني بدون كلام. أيوة. يعني كده ما أعرف. وبنلاحظ برضو أصل الآن في نشرات الأخبار في كده اللغة بتاعت الإشارة. أيوة. كلها دي تدخل في لغة الجسد كيف الإنسان يوصل. فبتدعم دائما بتقوي النقاش وبتقوي الحوار. لأنه يبدو لي المعارضة أنت محتاج لكلام بسيط معه ولكن قوي. الدليل حتى قوي. من كلام كثير. يكون الدليل. أيوة. يكون الدليل قوي دي مسألة مهمة جدا بالمناسبة مسألة مهمة جدا. أنه يكون الدليل قوي. على أساس أنه تقدر تقنعه وتقدر بعدين الحاجة الأهم الثانية ما تدي فرصة يقاطعك لأنه لو لقى له دخلة يعذبك عذاب دائما لما داير توصل دليلك القوي ده تواصل في الكلام وبقوة لأنه لو لقى فرصة خشة بيقول لك الفكرة بتاعتك وبيجهجك شوية دكتور عادل نحن فضلنا دقيقتين فضليني لأنه فضل دقيقتين مدعي المعرفة كمان برضو ممكن نتكلم عنه شوية مدعي المعرفة طبعا هو في شبه بينه بالمناسبة وبين الثرثار يعني دائما لما يكون قاعد في مجلس بتلقاه بالمناسبة مستلم المجلس تماما لا يعطي فرصة للآخرين ومدعي المعرفة معناه بيتحدث في كل الأمور وفي كل المجالات وبدون معرفة يعني يمكن يكون الكلام خطأ جدا لو في مهندس وهو يتكلم مثلا في حاجات هندسية ولا حاجات هيتحدث كلامه كله بيقبل النقد يا استاذ نادرا صعب ما بيقبل النقد طبعا بسهولة لأنه هو مدعي معرفة هو شايف نفسه أنه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وبالتالي يعني الكلام معه بعدين لو في مجلس بيكون مستلم المجلس تماما يعني يكون مستلم المجلس تماما زي ده بيحتاج مننا أول شيء نوع من الهدوء يعني أنت لو قمت اتكلمت معه بعصبية ولا بكده المشكلة ما بتبقى ما بتكون نافعة يعني فبالتالي دائما بنتكلم معه بهدوء تماما وبعد ذاك برضو ممكن نقبل رأيه لكن برضو ندخل فيه زي زولنا ذاك شوية نلكينا له يعني كده فده الشخص اللي بيكون مدعي المعرفة أهم شيء هو الهدوء تكون هادي جدا وتستمع له أي حاجة لكن تحاول أن توصل رسائلك له بطريقة إيجابية توريه أنه مثلا معرفته قال لك دي وحاجاته قال لك دي فيها شيء من الأخطاء وكده تثبت له لكن مع الهدوء لأنه لو أنت قمت حولت له المسألة لعصبية هو كمان مع ادعاء المعرفة بتاعه ده ما بنقدر نحسم يعني صراحة طبعا. فده مدعي المعرفة لابد أن نكون هادين معه ولابد أن نقبل رأيه نوعا ما نحاول نناقش ونوصل له رسائل نوصل له رسائل أنه معلوماته دي مثلا خاطئة أو كده دكتور عادل محمد دشير سعدنا جدا بوجودك وأنا الأسعد والله وإن شاء الله نكون ساعدنا الناس في أنه يتعاملوا مع هذه الأنماط العجيبة من الشخصية نعم عموما محتاج صبر شديد من الناس محتاج صبر يعني. وكثيرة زي ما أنا ذكرت في بداية الحلقات 19 20 نوع يعني كل مره ممكن تطلع لك شخصيه من الشخصيات الانماط اللي بتحتاج منك لتعامل خاص وتعامل بمعرفه حتى نستطيع ان نساعدهم في تغيير انفسهم طيب رايك شنو ممكن كنت عايز اساله انه في شخصيات ما تكلمنا عنها مثلا ايوه في طبعا اكيد في الشخصيه المشاغبه اللي بتكون مشاكسه دائما تحتاج نفرد لها حلقه مثلا الشخصيه الاعتماديه اللي بتعتمد على الاخرين في كل شيء الشخصية الكسولة بالمناسبة بتلقى كميات رهيبة طيب الثلاثة دي نحولهم الأسبوع الجاي محولين إن شاء الله أنت طبعا متعودين في المستويات تحول طوال إن شاء الله خلاص نحول الموضوع نحول للحلقة الجاية إن شاء الله شكرا لك دكتور عادل الشاغبة الشخصية الكسولة الاعتمادية شكرا جزيلا دكتور عادل شكرا والله شكرا وكثر خيركم وبارك الله فيكم وأتمنى لكم يوما سعيدا مع هذه الأجواء الخريفية الرائعة إن شاء الله الناس الماشيين جاية طبعا يكونوا مرتاحين طبعا نحن حنكون الليلة في قمة المتعة إن شاء الله شكرا جزيلا